هذه الومضة تأتيكم ضمن مشروع Down to Earth بتنفيذ من مركز البيئة الفلسطيني وبتمويل من القنصلية الأمريكية. قلل من استخدام البلاستيك الحراري الذي لا يتحلل، فإنه يشكل ضررا كبيرا على البيئة. فكر جيدا قبل طباعة أي من الملفات، لأن إرسالها عبر الإنترنت سيوفر الكثير من الأوراق. فالورقة الواحدة تستهلك 15 جراما من الأخشاب ولترا ونصف من الماء و2.5 وات من الكهرباء. استخدم مصابيح الإنارة الاقتصادية، لأنها توفر استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفف من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يساهم في الحد من الاحتباس الحراري. حاول استخدام المواد القابلة للتدوير ما أمكن لتساهم في الحد من انتشار المواد التي يشكل التخلص منها عبئاً على البيئة. فاستخدام البطاريات القابلة للشحن بدلاً من البطاريات العادية والأواني الزجاجية بدلاً من البلاستيكية. ساهم في الحد من التلوث الكبير الناجم عن معالجة وتعبئة المياه المعدنية، وذلك بالشرب من مياه الصنبور، لأن المياه المعدنية تسبب تلوثا كبيرا أثناء معالجتها وصناعتها. البيئة تناديكم أرضا سماء وهواء، فلتوقظوا ضمائركم. أطفالنا التلوث يتنشقون وبين المكاره يتجولون، حياتهم تسلب وحقوقهم تنتهك. البيئة تناديكم بأن حافظوا عليها لأجل أطفالكم. هذه الومضة تأتيكم ضمن مشروع داون تو إيرث وبتمويل من القنصلية الأمريكية.